مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في أخبار رياضة من قناة الوسط، والبداية بأبرز العناوين. عمارة يزور المنتخب المحلي للخضر، إدارة مولودية وهران تعلن عن استقالة ماضوي، وبنجاح يعطي تفاصيل أكثر حول موقفه ما بين الانتقال من البريمير ليج والعودة لتونس. الهلال السعودي يبدي رغبته في التعاقد مع سليماني، وكأس أوروبا لكرة القدم على موعد مساء اليوم مع مباراتين ضمن المجموعة الخامسة، ولاعب المنتخب الدنماركي إريكسن في أول تعليق له بعد عودته إلى الحياة. إلى التفاصيل. قام رئيس الاتحادية الجزائرية شرف الدين عمارة أمس الأحد بزيارة تحفيزية للمنتخب المحلي للخضر تحت قيادة الناخب الوطني مجيد بوغرا، الذي يجري تربصا تحضيريا بالمركزية الفني الوطني بسيدي موسى استعدادا لمواجهة المنتخب الليبيري الخميس المقبل. وحسب بيان للفاف، أكد عمارة دعمه الكامل وتحفيزه للاعبين من أجل خوض منافسة كأس العرب للمنتخبات في أحسن الظروف. أعلنت إدارة مولودية وهران مساء الأحد عن استقالة المدرب خير الدين ماضوي، بالإشارة إلى أنه تراجع عن ذلك الأسبوع الماضي، في حين أن إدارة النادي الوهراني قد عينت المحضر البدني عبد اللطيف بوعزة خلفا له مؤقتا حسب ما جاء في صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وفي جديد محترفين، وضح الدولي الجزائري بغداد بونجاح بأنه لم يتم بعد الفصل في مستقبله الاحترافي، كما أعرب هدف الخضر عن إمكانية رجوعه لارتداء قميص النجم الساحلي التونسي الذي سبق وتألق فيها. وفي حديثه لأحد القنوات الفرنسية في هذا الشأن قال: لقد لعبت للساحلي لموسمين كاملين وأنا فخور بتجربتي معه، ولم لا أعود له يوما ما، حاليا لا أزال مرتبطا مع السد القطري. في خبر آخر، كشفت مصادر صحفية سعودية أن إدارة الهلال السعودي تسعى للتعاقد مع مهاجم الخضر إسلام سليماني الذي لا يزال مرتبطا بعقد نادي ليون، ويريد مواصلة المغامرة الأوروبية في كأس العالم المقبلة. يذكر أن لدى النجم الجزائري عرض آخر من نادي الاتحاد السعودي، غير أن تفكيره هو البقاء في أوروبا، خاصة بعد تصريحات بالماضي الأخيرة التي طالب فيها من لاعبيه بحسن اختيار الأندية تحسبا لتصفية المونديال وكأس إفريقيا التي ستجرى بالكاميرون. في أخبار منافسة اليورو، يلعب المنتخب البولندي أمام نظيره السلوفاكي مساء اليوم على الساعة 7 ضمن المجموعة الخامسة، وفي المجموعة ذاتها يواجه المنتخب الإسباني نظيره السويدي ابتداء من الساعة 10 مساء. كشفت جريدة لا غازيتا سبورتس الإيطالية عن أول رد للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن بعد استفاقته من السكتة القلبية المفاجئة التي تعرض لها خلال المباراة الأولى لمنتخب بلاده في الأورو 2020، وأكدت بأن متوسط الميدان مصدوم مما تعرض له. ونشرت الصحيفة الإيطالية أول تصريح لإريكسن بعد الحادثة وقال فيه: شكرا لكم، لن أستسلم. وأضاف: أشعر بتحسن الآن، لكني أريد أن أفهم ما حدث لي، أريد أن أقول شكرا لكم جميعا على ما فعلتموه من أجلي. نهاية موجز الأخبار، في أمان الله.